مواطنون يهتمون بشكل يومي بمتابعة أسعار السلع في الأسواق، خاصة سعر السكر الذي شهد ارتفاعات في الأسعار فضلا عن كل توفره في الأسواق، أيضا وسط تخوفهم من أي ارتفاع آخر في أسعارها الفترة القادمة. لذلك تبذل الحكومة جهدها للسيطرة على الأسواق وطمأنة المواطنين بشأن الأسعار في الفترة القادمة. وفي تغطيتنا هنوضح لحضراتكم التفاصيل، وهنستعرض أيضا العقوبات التي تنتظر محتكري السلع والمتلاعبين في أسعارها، والتي تصل إلى الحبس وإغلاق محلاتهم فضلا عن تغريمهم ملايين الجنيهات. في الفترة الماضية ارتفع سعر السكر في الأسواق فضلا عن عدم توفره بشكل مستمر، وسط تخوف المواطنين من زيادة أسعارها الفترة القادمة. لذلك تدخلت الحكومة طمأنة المصريين بشأن أسعار السكر خلال الفترة أو خلال الأيام القادمة، حيث أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ السكر بكميات كبيرة في الأسواق، وقال لن نسمع بتواجد مشكلة في السكر قريب جدا. ولذلك مع إنتاج مصانع السكر من البنجر أول أبريل واستمرار إنتاج السكر من القصب خلال الموسم الجاري. وكشف عن أن وزارة التموين ستتيح فرص أو صرف السكر لمدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد، وسيتم أيضا الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة. كما أوضح أنه سيتم صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأكثر. وأشار وزير التموين أيضا إلى أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وقال أن الدولة تتحمل فارق التكلفة حتى يظل السعر رغيف الخبز بخمسة قروش على بطاقات التموين. ومن جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، وهذا عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية. وينتظر من يتلاعبون في أسعار السكر المتداول بالأسواق عقوبات رادعة، حيث نصت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه. وقال أيضا كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 3 ملايين جنيه. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو لا تتجاوز عن 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وتستعني الانتشار على نفقة المحكوم. لهنا مشاهدينا تكون قد انتهت تغطيتنا، نشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم ملك ريان، شكرا لكم وإلى اللقاء.